حرب وحصار ومستقبل في مهب الريح، هذا ما يقوله واقع التعليم في تعز. صعوبات في الوصول إلى مراكز الامتحان، وفوضى في اعتماد الأسماء من الوزارة، ومتاهات في أرقام جلوس الطلاب النازحين. مثل مشكلة الطلاب النازحين، قد وجدنا طلاب مش موجودين معهم أرقام جلوس وليس موجودين بكشف المناداة، فهذا كانت معنا مشكلة، فاضطرينا أن احنا نمتحنهم بحيث أنه أرقام الجلوس حقهم من الأنترنت. اختبارات الشهادات العامة في تعز وجه آخر لمأساة حرب الميليشيات على المحافظة. طالب نازح من الكلائبة من موقع الحرب التي كانت آثارها مدمرة على المستوى التعليمي، فكانت هذه الآثار هي من أسباب وقوفي في هذه المدرسة والالتحاق بهذه المدرسة. توضح هذه الكشوفات بتغيب الكثيرين عن قاعات الاختبار، إما لصعوبة في الوصول، وإما لأن الكثيرين منهم استشهدوا بقذائف وصواريخ الإنقلابيين، لكن ذلك ليس كل شيء. رغم ما أننا تعز محاصر، رغم الظروف الصعبة والحرب، ونحن لم نستطيع الدراسة، بس بما أننا استطعنا ندخل الامتحانات الثانوية. غربة بين الطالب وذاته، وبين الطالب والكتاب، وبين الطالب والمدرسة، واختبارات معدة بطريقة توحي بأن الأوضاع طبيعية فيما الحياة كلها معطلة. حالة الحرب والحصار التي تفرضها الميليشيات على تعز لم تمنع هؤلاء الطلاب من أداء امتحاناتهم في مشهد يجسد رفض المدينة وأبنائها لمشروع السلاح. فواز الحمادي، قناة بلقيس، تعز.